تعال نشوف نتنياهو حصل معاه ايه على منصة اكس. نتنياهو خد قرار انه يقوم بهذا الهجوم الوحشي، هو والحكومة الأكثر تطرفا وتشددا وعنفا ووحشيا في تاريخ الكيان الصهيوني، فدخلوا مش لحرق الأخضر واليابس، دخلوا لحرق الأطفال، قتل الأطفال، قتل أي مستقبل لفلسطين، مستقبل أي أمة، أي وطن، أي شعب هو أطفاله. فبنيامين نتنياهو وحكومته عارفين تحديدا هما بيعملوا ايه، فياخدوا القرار بان هما يعملوا ده. ونتنياهو بالقطع على مدار تقريبا تسعة اشهر او سنة يعني كاملة، مواجه بقى باتهامات بالفساد، مواجه بمظاهرات داخلية في الداخل بتاعه متعلقة بتدخله في قانون السلطات القضائية الخ الخ. أصبح لديه نوعين من المظاهرات، نوع منهم على إيه اللي أنت بتعمله في هذه الحرب، العالم كله بيتقلب ضدنا، ونوع تاني من المظاهرات بتاع أهالي الأسرى اللي موجودين في قبضة أو محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. ونتنياهو ما بقاش عارف يوصل لحل في مسألة هؤلاء الأسرى، فبدأ يوغل في الوحشية بطبقات من الوحشية تعلو طبقات أخرى وما إلى ذلك. وأنا أظن أن هذا الرجل لازم هيواجه بأعتى اتهامات جرائم الحرب اللي عرفت من وقت تكوين المحكمة حتى هذه اللحظة. يجي بقى نتنياهو في ظل هذا الارتباك لما يواجه بهذا الرأي العام بالإعلام ببعض السياسيين إلخ إلخ إلخ، فيقول لهم والله أنا بحاول أعالج وأجبر الضرر اللي تسببت فيه الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، لأن هم ما عرفوش حاجة عن هجوم 7 أكتوبر أي طوفان الأقصى. ودخل بقى يخبط في الموساد والشبك وأمان واللازم منه. حلو، خدته الجلالة وراح داخل قال لك ايه بقى، وسع يا جدع على يميني ولا شمالي، انا ما بيهمنيش انا جامد قوي، وراح داخل خبط في الاجهزة الامنية. لمن لا يعلم، اسرائيل دولة امنية بامتياز، اي ترويج لمسألة الديمقراطية الاسرائيلية كذب. من حرب 73 بالمناسبة، يعني من بعد هزيمة الإسرائيليين في 73 بالتحديد، جزء من نتائج هذه الحرب على الداخل الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي والصحافة والإعلام الرقابة المشددة على كل حرف يتقال. وبالمناسبة دي أبحاث منشورة وموجودة ولا ينكرها إلا جاهل عتيد وعصامي في جهله. اصلا ما كده في مجموعه كده دعاه، يعني اللي هو ايه، مين قال دي وحده الديمقراطيه؟ والدعاه دول موجودين حوالينا، حوالينا في مصر وحوالينا في بره مصر وحوالينا في العالم. كويس، طيب، دوله امنيه بامتياز، ولا ديمقراطيه ولا بتاع، سيبك من الهبل ده، مش حقيقي، كذب وترويج وبروباجندا. نتنياهو غالبا اتلطش، الاجهزه الامنيه اتكوى، راح مسح التويتة على اكس فورا. طيب نفهم، معانا على تليفون استاذ جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي. اهلا بيك يا استاذ جهاد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ترى زي ما يتقال كده، ترى لماذا حذف نتنياهو هذه التغريدة التي أدان فيها أجهزة الاستخبارات والمعلومات والأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني المحتل؟ لأن هناك انتقادات واسعة على هذه التغريدة التي يريد تحميل أجهزة الأمن المسؤولية والنجاة بذاته أمام الجمهور الإسرائيلي في الوقت الذي هو رئيسا للحكومة والذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية السياسية عن أي أخطاء أو فشل
لأي من الأجهزة الأمنية والسياسية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إسرائيل في حالة حرب، وبالتالي لا ينبغي تشويش على قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال تغريدات سياسية يريد أن ينجو بذاته رئيس الحكومة الإسرائيلية. لذلك كانت هناك انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية، بالإضافة إلى بني جنس الذي يشكل أو شكل معه مجلس الحرب في هذه الأثناء. لذلك تراجع واعتذر عن هذه التغريدة باعتبارها خطأ، باعتبارها أنه أخطأ في هذه التغريدة، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الشعبية أيضا على نتنياهو باعتباره رئيس حكومة غير مسؤول، بمعنى أنه يتصرف بطبيانية للدفاع عن ذاته ومنع كلمة محاسبته بعد الحرب أو عدم تحمله المسؤولية عما جرى يوم السابع من أكتوبر من فشل استخباراتي وعملياتي في غلاف غزة أو في حدود غزة. طيب أستاذ جهاد، هل أقدر أعتبر ده أو أفهم من ده أنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لديها يد ثقيلة على الحكومة ورئيس الحكومة، يعني لا يستطيع أن يقف أمام الأجهزة الأمنية؟ أعتقد أنه هناك مقولة في إسرائيل تقول بأن دولة إسرائيل هي للجيش، أي الدول العادية لكل دولة جيش، بينما في إسرائيل جيش لديه دولة. بكل تأكيد هناك تركيز عالي وكبير للمؤسسة الأمنية في إسرائيل، الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى مثل المخابرات وغيرها، التي تلعب دورا أساسيا في إدارة الحكم في إسرائيل. وبالتالي هؤلاء هم أكثر مهنية، يعتبرون داخل المجتمع الإسرائيلي يعتبرون هم المهنيين أو الأكثر مهنية من السياسيين الذين يشكلون الحكومات، وكلامهم وتصريحاتهم وآرائهم وبياناتهم تؤخذ على محمل الجد في المجتمع الإسرائيلي. وكلما جاء وزير أو شخصية عامة بانتقاد الجيش يجد نفسه محاصرا من الكتاب ومن السياسيين ومن الأجهزة الأمنية وكذلك من المجتمع الإسرائيلي. لذا نتنياهو شعر بأنه قد أخطأ خطأ جسيما عندما كتب هذه العبارة أو الجملة على منصة تويتر أو إكس، وبالتالي تراجع عنها بسرعة تحت ضغط الانتقادات وضغط الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الشارع الذي يرى رئيس حكومة غير مسؤول، بمعنى لا يوجد ثقة بذاته لتحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة عما جرى في هذه الدولة والمآلات التي حصلت خلال الفترة الماضية ونتائج الحرب التي يجريها على قطاع غزة من دمار شاسع واسع وكبير، وعدم مسؤوليته أو إخلاء مسؤوليته أيضا، وعدم اهتمامه الجدي في مسألة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، الأمر الذي ركزت كل الجهات على رئيس الحكومة بضغطهم عليه لإيقافه عن استمراره بالاستهتار في المؤسسة الأمنية وبحالة البلاد من أجله الشخصي، من أجله نفاذه وإنقاذ ذاته الشخصية في مقابل الدولة. تمام، أنا مشكورك جدا أستاذ جهاد، كل الشكر سيد جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي المعروف.